خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور خالد العزي، المحلل المتخصص في السياسات الخارجية والعلاقات الدولية. أهلا بك يا دكتور خالد. مساء الخير لك وللمستمعين والمشاهدين. مساء الخير مصر. أهلا بيك، مساء النور عليك. دكتور خالد، كيف ترى قرار مجلس الأمن بتبني وقف الإطلاق النار بتصويت 14 عضو؟ هل سوف يأتي هذا القرار بما لم يأتي به سابقي من حوالي 80 قرار تانيين لم يفعلوا؟ يعني هو الذي سهل القرار بالأحرى يجب أن نقول امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، وهذا ما ساهم بأن هذا القرار يمر. ولكن كما يبدو بأن 14 عضوا الذين صوتوا لصالح هذا القرار هم يعلمون جيدا لا يملكون القوة ولا القدرة على تنفيذ ما توصل إليه القرار. الولايات المتحدة قالت بأنها لم ترفع الفيتو، وبالتالي الجميع يتهم الولايات المتحدة، وهي أعطت مجال وفرصة للمجتمع الدولي إذا أمكن لهذه القوى الكبرى من الضغط. لكن الورقة التي يعني موجودة بيد الولايات المتحدة هي موجودة عند الأيباك، والأيباك اليوم تدخل هذا يعني يدخل هذا القرار فعليا في الصدام الداخلي الأمريكي على عتبة الانتخابات، وبالتالي هذا القرار الملغوم الذي تعلمه جيدا الولايات المتحدة هو رسالة للداخل، لأن الأمريكيين أصبحوا يجدون من عدم يعني الاستماع لهم من قبل الدولة الإسرائيلية وقيادتها. هي رسالة للأيباك أنها لا تستطيع أن تفعل إذا لم تتجاوب إسرائيل معها. هي رسالة للمجتمع الدولي، إذا أنتم تستطيعون بهذا القرار أن تضغطوا على إسرائيل وأن تضغطوا على القوى الأخرى، فأنا جاهزة لتمرير هذا الاتفاق في الأمم المتحدة لكي يصبح ورقة نافذة إذا استطعتم. لكن على ما يبدو كان الرد الإسرائيلي واضح بأنه لم يرسل وفده إلى أمريكا، هو اعترض. كان مباشرة نتنياهو يتحدى العالم، يتحدى الأمم المتحدة، ويقول أن الأمن الإسرائيلي فوق كل اعتبار، فإذا أردتم أن تنفذوا أي قرار عليكم أن تطلقوا وتجبروا حركة حماس على إطلاق الرهائن. إذن نحن يعني نجحنا في عملية التصويت، ولكن هذا التصويت لا يمكن أن يكون له آلية فعلية على تنفيذ القرار المطلوب. كما يبدو أن نتنياهو يقول بهذا الاعتراض أنني الرجل الأقوى وأنني أتحدى الجميع وأن مطالبي يجب أن تنفذ. المطالب الفعلية التي يجب أن تكون الذي وضعها نتنياهو مقابل عدم اجتياح رفح، مقابل عدم الدخول إلى الحدود المصرية، لأنه هو بالدرجة الأولى المبطنة هو يريد أن ينقل العملية الأمنية إلى الحدود التي كانت في هذه الورقة بعيدة جدا عما كان التفاوض عليها. إذن هذا اليوم هو بنيامين نتنياهو لا يجرؤ ولن يجرؤ على الاقتراب من الحدود المصرية بعملية عسكرية حقيقية، لن يجرؤ على ذلك. لكن السؤال هو، يعني أنا أحيانا أستشعر أن كلنا نضع العرب أمام الحصان، نتنياهو يريد أن يتحدى العالم فليفعل ما يشاء، بس أمريكا لو خدت قرار بأنها توقف بالفعل الدعم اللوجستي ودفع المساعدات المالية وتصدير السلاح لإسرائيل، يبقى نتنياهو هيصبح مجبر على إيقاف هذا العدوان. لكن مسألة الحديث من البيت الأبيض أو سكرتارية الخارجية أنه يجب على نتنياهو أن يتوقف، نتنياهو مش هيتوقف. يعني إيه اللي خدته الإدارة الأمريكية من شأنه يشكل ضغط على هذه الحكومة؟ يعني هو بالأساس يعني الكلام الذي تتكلم به أنت تتكلم بالصوت العربي، يعني كأننا نحن نريد أن نقول أننا عندنا مشكلة وعلى أمريكا أن تحل لنا هذه المشكلة. لا، أنا ضد الفكرة دي، يعني ضد فكرة أنه على أمريكا أن تقوم بالحل. أنا بتساءل أنه الحل الفعلي هو الرفض الفعلي الذي مارسته حماس حتى اليوم. حماس تريد أن
يعني يجب أن نقول الكلام بكل معنى الكلمة. نحن نذهب ونتحدى نتنياهو ونتحدى العالم، وكأنه حماس الذي تمسك الورقة وتحجز الأسرى وتفاوض من أجل حماية السنوار هو الأساس في عملية إبقاؤها في السلطة والابتعاد عن الحل العربي الاعتدالي التي كانت مصر جزءا من هذا الحل. الذي تقول يجب أن نضع حلا نهائيا للأزمة والإهانة الفلسطينية الذي عانى منه الشعب الفلسطيني في هذه الفترة بالذات، النكبة الثانية 6 أشهر، الجميع تخلى عنهم. نحن يجب أن نثبت الدولة الفلسطينية، أن لا نعمل حلول، هذه الحلول تساهم وتساعد التطرف الإسرائيلي لمصلحة رفح أو لمصلحة غزة، وننسى فعليا القضية الفلسطينية. نحن لدينا مشكلة أساسية هي مشكلة فلسطين وليست مشكلة رفح أو المؤن أو التبادل أو الأسرى. خذ أسرى على قدر ما تستطاع. اليوم يوافق نتنياهو على إخراج 700 أسير مقابل 40 أسير، ولكن هل فعليا نحن وصلنا لتحقيق ما يريده الفلسطيني من أجل إعادة الاعتبار والإهانة الذي تم إهانته لهذا الشعب الذي يعاني اليوم من الجوع والبرد والحر؟ نحن أعدنا الأسس التي كانت حماس تفاوض من أجلها. أنا أريد أن أكون في المفاوضات. إذن المشكلة على السلطة، المشكلة على المكان. ما هو الحل الذي يمكن أن يكون بيد حماس؟ لماذا لا توحد حماس قدرتها وسلطتها مع المجهود العربي الاعتدالي في بناء قوة فلسطينية وموقف فلسطيني يستطيع أن ينهض وأن يقول للعالم أن هناك قضية وهناك شعب؟ ليس المشكلة بحماية من هم جالسون في الأقبية وهذا يعتبر انتصار، والشعب الفلسطيني اليوم يقاتل من أجل كيلو طحين، وبالنهاية تحمل مصر مفتاح رفح لأنها هي التي لا تريد أن تدخل أي مؤن إلى غزة، وهذا كلام غير صحيح نهائيا، لأن محطة العبور هي ليست بيد مصر، والاتفاقات هي كانت مع السلطة الفلسطينية، وعند الانقلاب على السلطة الفلسطينية أصبحت بيد حماس. إذن لنقل الأمور كما هي، نحن نريد دولة فلسطينية. بعد 6 أشهر من المعاناة يجب أن لا نحط المسألة على قدر أننا نحن نريد أن نضغط. نتنياهو ينفذ مشروعا متطرفا يتلاعب بالجميع، يهرب من كل الاتجاهات، من كل الأبواب، ليقول أن عنده مشكلة ويريد حلها. فلنذهب فعليا لحل هذه المشكلة، وأن لا تبقى هذه المشكلة باحتجاز الأسرى لحماية القادة الفعليين. نحن اليوم على أزمة تاريخية، هل نكرر هذه النكبة؟ طبعا نتنياهو يريد أن يأتي إلى شارع فلادلفيا ليخرب ويكون بجانب الأمن المصري، وبالنهاية هو يريد أن يحمل عبء غزة لمصر، وهذا معلوم منذ اليوم الأول، ليتخلى عن كل قرارات المتعلقة بدولة الاحتلال، لأن غزة ليست سوى مقاطعة أو محافظة محتلة، والجميع يتلاعب على قاعدة أنها إمارة مستقلة. وهذا الكلام هو من أسوأ وأصعب المصطلحات التي استخدمت في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، عندما يتخلى الجلاد عن مهامه، وعندما تحمل هذه المهام وزرها للآخرين. إذن المشكلة الأساسية أن لا مجلس الأمن يستطيع السيطرة وفرض قراراته، ولا أحد يستطيع سوى بقرار فعلي جريء والشجاعة بالجراءة أن نحول ونقوم بتجويف مطالب نتنياهو بعملية التبادل السريع، وبتأمين سلطة غزة تحت قرارات اللجنة العربية المعتدلة، وهو بالوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة حتى لو 20% من مساحة الدولة الفلسطينية
المغتصبة، لأننا نريد شيء على الأرض ولا نريد شيء بالأحلام. أحلامنا باتت لا تعرف حدود. يجب أن نعيش الواقع. إيران تخلت عن حماس وتخلت عن الحوثي وتخلت عن السوريين، واليوم هي في طور التخلي عن حزب الله في لبنان، لأن المصلحة الإيرانية فوق الاعتبار، وهذه الأدرع هي تساوم بها، ليست من أجل العرب وليست من أجل فلسطين ولا من تحرير القدس، وإن من أجل مصالحها، وهي تقاتل بدروع بشرية. وبالتالي هذه الارتماءات التي تم ارتماءها في الأحضان الإيرانية لا يمكن أن نحاسب عليها نحن العرب، لأننا لم نعد أحد بأي رهان أننا سنقاتل وندمر ونضرب. نحن وعدنا الناس في عملية الأرض مقابل السلام، الأرض مقابل الدولة المستقلة. لعل أحد أن يستمع دكتور خالد، لأن حضرتك قلت كلام شديد الأهمية الحقيقة، لعل أحد يستمع خصوصا في مسألة التخلي. دكتور خالد أنا أشكرك جدا 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 على هذا الطرح الواضح والجريء، وأشكرك أنك طرحته عندنا في هذا البرنامج، لعل كان هذا السؤال مستفزا إلى هذه الدرجة. أشكرك جدا دكتور خالد العزي، المحلل المتخصص في السياسات الخارجية والعلاقات الدولية.